الاستاذ بتشتكي ان حضرتك بتصوروها بالتليفون. لا انا ما صورتهاش. لا ما حدش صورها. الاستاذ هو رافع التليفون بيصور. انا شفته وهو بيصورني ولما بصيت نزل التليفون تحت. طب هو على فكره هو بس هو كان بيصورني انا بالجامعة. ماشي ولا ايه؟ مساء الخير. الاستاذ بتشتكي ان حضرتك بتصوروها بالتليفون. لا انا ما صورتهاش. لا ما حدش صورها. الاستاذ هو رافع التليفون بيصور. انا شفته وهو بيصورني ولما بصيت نزل التليفون تحت. طب هو على فكره هو بس هو كان بيصورني انا بالجنب ما كانش بيصور. الاستاذ رافع التليفون قدامي هو بيصور اهو. انا شفته لما انا بصيت عليه راح نزل التليفون. استاذ ما ينفعش انت بتعمل. طب ثانيه بس هو بيبص حاجه في التليفون ما بيصورش حد. انا ببص على التليفون. بيشوف حاجه في التليفون. ممكن ابص على التليفون؟ طب هو ممكن طيب نشوف اخر حاجه صورها عشان اتاكد ان هو ما صورنيش. طب هو انتم متضايقين جدا بس انا كنت عامل لك مفاجاه بس انا كنت بس عايز ما احرقهاش عليك يعني فانا كنت قاعد بعمل لك مفاجاه وبرسمك من غير ما تاخدي بالك فا ايه رايك؟ يا استاذ ما ينفعش حتى لو كده ما ينفعش تضايق الزباله وهي قاعده. طب حضرتك احنا ممكن عامه نسالها لو هي عامه متضايقه من الموضوع احنا ممكن نقطعها يعني رسمه خلاص. ده بجد ده؟ حلوه؟ دي تحفه. طب انت في حاجه متضايقه منها طيب؟ انت بس يعني مش فاهمه بس هو انا افتكرتك بتصورني والله معلش انا اسفه. لا قولي لي حاجه خالص بس هو كده انت مبسوطه يعني في حاجه خلاص انا حضرتك راضيه بالوضع ده؟ خلاص هو كان بيرسمني يعني مش قاصد حاجه هو كان بيرسمني مبسوطه اقول له شكرا بجد. تعبناك معانا هندسه والله ربنا يخليك يا رب. الله يخليك ربنا يخليك يا رب. مع السلامه هندسه. هي حلوه جدا بصراحه بجد. طب جبت لنا الراجل يضربنا ولا ايه؟ ما انا فاكراك بتصورني. طب ما تيجي تقولي تعالي اساليه انك جبت لي مدير المكان. الموضوع شكله غريب يعني. طب تعالي اساليه. اتخضي قلت جابت لي مين اللي جابت له جاي ده؟ بجد برافو يعني. طب يعني شبك ولا لا؟ ايه؟ شبك ولا لا؟ طبعا جدا. هو عملت لسه هو لسه في بقى جزء من الشعر لسه ما عملتوش بس يعني نتمنى نكمله ينفع نكمله ولا ايه؟ اه بص كده الكاميرا شبك ولا مش شبك؟ دي حته الشعر دي. ممكن تقعد بس نكمل رسمه؟ اوكي ميرسي جدا ليك. ميرسي جدا. انت ليك اللي فضحتنا في المكان دي. اللي فضحتني في الكافيه وجابت لي الامن. مساء الخير. ايه رايك بعد ما خلصنا الشعر بقى؟ اوه بجد تسلم ايدك والله. طب شبك كده ولا لا بعد الشعر متعمل؟ هي كانت شبك قبل الشعر ما يخلص ولا كانت برضه مش شبك؟ لا كانت شبه جدا طبعا. حتى لو من غير شعر خالص. والله انا جالك وانا خايف والله عشان تجيبي لي حد تاني ولا لا حاجه. لا لا خلاص انا بس كنت فاهمه غلط بس بجد يعني مش عارفه اقول لك ايه والله. طب بجد ميرسي جدا واحلى مفاجاه بجد. بس انت ازاي اصلا خدت بالك ازاي من هو بيصور ولا بيعمل ايه؟ مش فاهم بجد يعني. عشان هو واضح جدا قاعد عمال يعمل كده وينزل تليفون لما انا ابص عليه بعد كده اقول له بالراحه يعني في سكرتها كده مش يا فضحني يا محمود يا فضحني. مش ممكن يعني. يعني كمان اول الدرجات دي كده مفضوح قوي بصراحه. مفضوح بجد والله يعني مش لا بجد دي احلى مفاجاه في حياتي انا بعشق الرسمه بجد. اصلا بتحبي الرسمه اصلا؟ جدا. ترسمي؟ انا على خفيف كده. طب اقعد انا وترسميني؟ لا مش للدرجه دي. بتتدب. اوكي ميرسي جدا ميرسي جدا ليكي بجد. ما كنتش متوقع خالص اللي هيحصل بعد ما اديت لي مدير المكان بجد والله انا كنت هقوم اجري واسيبهم هما الاثنين يا جماعه محمود هو اللي بيرسمها ماليش دعوه. وبعد كده بقى يعني تحت كده تبين الموبايل خليك ذكي شويه.